فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نجدد الترحيب بحضراتكم في المباراة التي يظهر فيها أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد على دكة بدلاء فريق الاتفاق في مواجهة لويس كاسترو في واحدة من المباريات التي تتجدد بين الطرفين بعد مباراتين سابقتين في هذا الموسم. كانت في اللقاء الأول خضراء اللون بفوز الاتفاق في افتتاحية الأسبوع الأول من بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، والثانية كانت في بطولة كأس الملك يومها على أرضية هذا الملعب، فاز النصر بهدف كان عن طريق ساديو ماني. ومن يومها بدأ اختلاف فريق الاتفاق ولم يعد كما بدأ الموسم. خالد تريس حكم هذه المباراة مع طاقم تحكيم، نتمنى لهم التوفيق في مباراة اليوم ومشاهدة بالتأكيد السير بهذه المباراة إلى بر الأمان في واحدة من المباريات التي تأتي في غاية على أرضية الملعب. ستيفن جيرارد يتحدث ويطمئن، ومن تيسران وعبد الله الخطيب أيضا وكوايسون. هذه جماهير، كنت أتكلم عن الفريق اللي قادم من 7 مباريات بدون فوز، أخر في جدول الترتيب، سجلت أكثر منا، والكرة بتتحول إلى أمفراب، كرة تصل إلى ساديو، وصلت بعد ذلك إلى تيريس، لكن الكرة في مكان، ساديو استلم، ساديو وقف، ممكن يغير الاتجاه لي للتهديف، لكن قبل ذلك قد يظهر الهداف كريستيانو يرسل كرة طويلة وعالية، يحاول فيها تيريس، لكن هناك السقوط، هناك خطأ، خطأ لمصلحة النصر في الدقائق الأولى من شوطه من هذا المكان. كريستيانو يتقدم قوي، الله رونالدو، كرة تعود إلى أوتافيو في مكان طوفانو، الله العرضية قد تأتي لكن الرأسية لم تأتي بعد. لا يريدون هو أن يتوقف عن القتال، يريدون أرقامه بأن تعود كما بدأت. الكرة تصل باتجاه بروسو، يغيره كثيرا في هذا الموسم بالتعاقدات بالأسماء التي إلى أوتافيو، أوتافيو والتمرير، الله ساديو لو استلم، ساديو صور، الكرة بتضيع، الفرصة بتضيع، لسه ما نزلوه، لسه ما نزلوه، طيب عشانهم، شوف اللقطة، شوف، والكرة وصلت من بعيد، ساديو استلم، ساديو حدا، يا دبلي هل تعود اليوم؟ مستحيل يا موسى، الكرة يتصدى لها نواف، في لقطة، في مكان إلى تلسكا، في مكان، الله، يتقدم سلطان عرضية، بغير الاتجاه، النصر يخرج بطريقة لا يشتظر، ممكن الآن تغيير الاتجاه، كريستيانو ما زالت، الله على التمرير، في مكان، عادت إلى ساديو، ساديو حاول التوغل، لكن بين الخطوط، كرة للاتفاق في نالتوم، موسى ديمبلي، لابورت أولاً، الله على كرة ضاعت، لكن هناك راية وتسلل خلف المدافعين، وقف كريستيانو حاول يعدي، ما زالت المحاولة قائمة، يرسل الكرة إلى تيريس، عدى تيريس، حاول حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب والكرة بتتخلص، موسى ديمبلي وحيدا في الكرات المرتدة، ستكون الأمور صعبة، بحاجة إلى مساندة أكبر من جانب كوايسون، بحاجة إلى مساندة أكبر من جانب فيرب، تصل بعد ذلك إلى كريستيانو، كريستيانو عدى عرّاب، لكن الكرة أوتافيو إلى ساديو، إلى أوتافيو، إلى كريستيانو، تصويبة على الطاير، كانت من الدور، كانت من صاحب الخمسين هدف في هذا العام. امبابي وصل إلى 52 هدف ولكن لم تعد له مباريات. هلان يرسل كرة إلى السلطان، ممكن العرضية، رأسية، الله يا كريستيانو، يا كريستيانو، كادت ولكن حارس المرمى في نفس المكان، شوف العرضية اللي تقول له سجل لي، هنا الارتقاء، هنا كريستيانو، ولكن حارس المرمى ايده بعض الشيء، تاليسكا وكريستيانو، كريستيانو قوي نص الملعب، حاول المرور الى كريستيانو، كرة عرضية، الله، لكن ساديو عدى، ساديو مر، هذا ساديو، هذا ساديو، الان العرض، كريستيانو يطلب الكرة، ساديو يتحرك، تاليسكا خذ مكان، الله، عرضية، المتابعة مستمرة، تيريس على الطاير، مستحيل يا رب، هدف للجولة يا تيريس، ليس هناك أجمل من مدافع يمنع الأهداف إلا مدافع يسجلها، هذه
يعترف ليس إلا مدافع يسجلها عند هدف من كرة ثابتة على الوحدة وعند الأجمل على الاتفاق. الله الله يا للطلقة يا للطلقة يا لغتيانو. يحاول المرور يحاول الآن منزلة الكرة مع عدة ست لاعبين في منطقة الجزاء. كرة عرضية راسية ممكن يعدي ممكن يصنعها في مكان تلسكو. الله راسية الكرة تسقط الآن وصلت إلى كريستيانو. منزلة المحاولة قائمة ولكن الكرة أيضا بتتحول إلى خارج الملعب. في اللقطة الماضية ضربة مرمى يشير إليها حكم المباراة حكم المباراة. البحث الآن من حامد إلى موسى بين الخطوط والكرة تصل ولكن هذه الجهة لاعب على لاعب يتقدم بيرسل الكرة عرضية. كريستيانو تقدم ممكن العرضية ويستلم ساديو اخترق ساديو توغل لكن شايف المدافع في مكان إلى أوتافيو في مكان بيلعب الكرة إلى بروسو إلى كريستيانو لكن لو فتح مساحة لا كريستيانو حدا منزلة المحاولة بيلعب الكرة عرضية يحاول المرور حتى توغل حاول مرة مطالب برد فعل وهذه قد تكون الخطيب حتى عرض كرة تتحول كريستيانو يحاول إلى كريستيانو عادت إلى بروسو. الله كل شيء يبدأ منك ويمر خلالك وقد ينتهي بك أيضا. بروسو يسجل أول أهدافه والمباراة في قفة بروسور كرة تعود كرة يتم بناؤها في المدرج الآن. كرة عرضية من تلسكوب في مكان لقى من ساديو والمساحة كريستيانو يطلب الكرة لعب على لاعب لعب على اثنين ساديو عدى الله المرور إلى كريستيانو مستحيلة كريستيانو بعد مجهود انظر إلى حسرته وكأنه يهدر يرد للجماهير بهذه اللقطة عدى الله على هذه الكرة. يا ساديو لماذا لم تكتمل في اللقطة الماضية كادت بأن تكون هدفين الكنترول أولا المرور والإنهاء ثانيا لكنها ضاع كدة أنت يتقدم كريستيانو يتقدم الله لم ينتهي العام ما زالت هناك أهداف وأحلام لم ينتهي العام ما زالت هناك أرقام بالنسبة لكريستيانو وأيام. تجمع بين النصر والاتفاق هنا في ساحة النصر في ملعب الأول بارك في قمة مباريات هذا الدور من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وسط عدد كبير من النجوم الحاضرة التي تمثل فريقين في أحداث هذه المباراة المنتظرة. كل شيء من حولنا المباراة قائمة الضيوف في هذه الأمسية الاتفاقيين يلعبون بباولو فيكتور محمد عبد الرحمن مارسيل تيسران هندري حمدان الشمراني يلعبون بباولو فيكتور محمد عبد الرحمن مارسيل تيسران هندري حمدان الشمراني علي هزازي هندرسون فينالدوم الغامدي والكويكبي والقتال على كل الجبهات. كل التحايا لكم أينما كنتم نرجو للجميع مشاهدة ممتعة. هيا بنا إلى المتعة والإثارة والكورة والتشويق المهارات البينيات الأرضية لكنها بعيدة على كريستيانو. الدقيقة الأولى الهجمة الأولى الفرصة الأولى الانطلاقة الأولى النصر يسعى للانتفاضة الناصية اليسار ساديو ماني يحاول بناء الهجمة الكرة تعود لكنها بالتيليز عرضية تيليز خطيرة بالرأس لكنها أقرب بعد ذلك إلى ركنية أولى. نعم ركنية نصراوية ارتباك كان في الدفاع الاتفاقي في اللقطة الماضية بين الحارس فيكتور باولو زيد وكرة وفرصة وتسديدة يا إلهي هل كان فيها تسلل اللقطة الماضية؟ الإشارة وصلت متأخرة التسلل على ديبراي جراتينيس مرة أخرى ضعيف المساندة من ساديو ماني الرمية جانبية هندرسون بينية خطيرة فينالدوم قوية يا إلهي حل
حلوة. لا أقطع ولا أروع تصدي ولا أجمل. أي تحدي، أي اندفاع، أي هجوم، أي تسديد العقيد يتصادم. وهذه خطيرة نصراوية. رونالدو يحاول التمويه، ضاعت منه، لا شيء في قرار الحكم، لا شيء. طويلة خطيرة لجري، يحاول على اليسار بعيد عنه، لكنها في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. رونالدو يصل، كريستيانو لساديو، تأخر ماني، وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة على ساديو ماني. كرة يفضل اختراق لوحده، حمدان مر، وكرة تمرير، فرصة لأوتافيو داخل منطقة مر، والتمرير لمين؟ من جانب بروزوفيتش في النصر، هندرسون في المقابل، فإنه يقوم بأدوار كبيرة. كرة كريستيانو مر، والتسديدة، يا إلهي، أي لقطة، أي كرة، أي فرصة، أي تسديدة يا رونالدو. عدى مر، تاليسكا بينية، لكنها طويلة شوية للبرتغالي أوتافيو. بوشر على اليمين، نصراوية بينية، لكن الدفاع تدي لجري، مرة جري، وكرة، فيها تسلل على جري، يا لها من فرصة خطيرة، اتفاقية، فرصة كانت انفراد. تغطية وتدخل، كرة بعد ذلك لمصعد بروزوفيتش من الهدف في هذه اللقطة، في هذه الكرة العرضية، لكن الدفاع يبعد بالضغط النصراوي الهائل في هذه الأثناء. بروزو حطها، لكنها في يد الحارس، تسديدة في المكان لترى إلى هندري. جاك يلعب كرة في أقصى جهة اليمنى بعيدة وصعبة، على تصل إلى مرمى باولو فيكتور، بعيد ساديو مان. الكويك بي يحاول بكرة وإبعاد في اللحظة الأخيرة. يا الله، أي شوط يا عمري، أي دقائق يا عبد الإله. العالز أوتافيو طلب الكرة من تاليسكا، طويلة بعيدة على تاليسكا، بعيدة على رفكة، حلوة الولدو، خطيرة لفوفانا، أتياتي لمنى، خيبري عرضية لمن؟ لمصعة النصر، خيبري محمدان، خيبري مر، خيبري تمريرة، لكن تغطية، الحكم يشير إلى خطأ لمصعة عبد الله خيبري، نعم، خطأ نصراوي في هذه الأثناء. الحكم الشيلي يوقف اللاعب إلى رونالدو، حولها لتليز، تليز يبحث عن الكرة، لكن التأمير بعد ذلك من فعله كثير. حلوة من أوتافيو، لمسة لخيبري، عرضية لمنك بمهارة، بعودة للوراء، تليز عرضية، تاليسكا، في الليالي الصعبة هناك تاليسكا يقضي على الخصوم دائما. الله يا تاليسكا، عرضية ولا أجمل، عرضية ولا أروع، كرة روعة. سننتظر حكم المباراة في هذه الأثناء يقرر ما إذا كان هدف على كريستيانو وليس على تاليسكا. يكاد أن يوجد فانا، يحاول بناء الهجمة، اللمسة، يتوقف اللعب أم لا؟ سننتظر. حمدان على الأرض، نعم، سيتوقف اللعب بسبب إصابة فيها، ويخرج الحمراء لتاليسكا لكي يخرج من أجواء هذه المباراة. ثم أنه خصمه سيلعب بعشرة لاعبين. انتهى كل شيء في الشوط الأول، مليء بالإثارة، المليء بالفرص. بعد أن اعتبر هناك ضرب على تاليسكا ضد لاعب خطري بخروج المدافع الأيمن في قائمة النصر نواف بوشل، ودخول التعادل 0-0 بين النصر والاتفاق. كرة أمامية لكن فيها تغطية، ولا شيء في اللقطة الماضية. بعد ذلك يتعرض لابورت للإصابة، بالسلامة إن شاء الله. عمري يحاول مرور برو عمر، العمري أمام أكثر من لاعب، بالغ فيها، ضاعت منه، وبعد ذلك إصابة لهندرسون، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله على لعبد الإله ولهندرسون. لمسة تصل إلى رونالدو، محاولة باتجاه ساديو ماني، التسديدة، لكنها في يد الحارس، في يد الحارس. اللقطة الأخيرة، جاك كانيل لويكاسرو
حب المتقدم في الشوط الثاني. الكويك بيبحث عن كرة عرضية خطيرة لكنها مرت من الجميع. كرة في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة من الكويك. بينام يحييه البيو أوتافيو باتجاه رونالدو، طويلة لكن التمريرة فيها تردي رامبروزوفيتش. تحرك بجانب أوتافيو ذكية بدون كرة لكنها بعيدة وعلى مرتين يحصل عليها باولو فيكتور. ذكية التحرك من جانب أوتافيو في اللقطة الماضية بدون كرة. هذه لقطة كريستيانو لبدالي لوفيوري. نعم هذه بطولة الكأس لكن نجاح موسمه حتى الآن. كرة فيها تغطية من جانب العمري، وبعد ذلك حكم اللقاء يشير إلى خطأ من حامد وإنذار. خطأ من حامد الغامدي وإنذار. بالسلامة إن شاء الله. كجناح أيمن مر الفنان مر أوتافيو مر ولكن التغطية، وبعد ذلك الحكم يشير إلى خطأ لمصعة أوتافيو. وإنذار على حمدان بروعة كبيرة لوقف في انتظار هذه الكرة. الفرصة النصراوية بتلعب بروعة ولكنها مرت حلوة جميلة جميلة من جانب التغليز ولكنها مرت بمحاذاة القائم. لقطة في منتهى الروعة بالقدم اليسرى لأليكس. شوية هادي مارب الكرة العرضية صدمت فيها خطأ. نعم لمسة يد، لمسة يد في اللقطة الماضية يطلبها رونالدو من الحكم الجيدة لكنها في الجدار. مرة أخرى رونالدو طويلة بالرأس خطيرة لكنها مرت. يا الله كم كانت جميلة. مارب جهات اليسار طويلة خطيرة باتجاه رونالدو لكنها مرت. صراع السرعة بين كريستيانو وإندري. خلص جاك إلى هو صراع. مرة يدافع عن مرمى النصر ومرة يبحث عن شباك الخصم. خطأ وإنذار. إنذار نعم إنذار. يا الله الكرة بعد أن مرة أوتافيو طريقة رائعة يسرى يحاول مر. مرة ساديو ماني وتمرير الكرة. يا إلهي خطيرة خطيرة جميلة جميلة قريبة قريبة. وهذا ضد طبيعتهم كلاعبين، وبالتالي أنا نرى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى الكوس هنا في الأول بارك حيث الشوط الثاني انتهى بتعادل الفريق. لمسة سريعة الموسى لأندرسون مرة أخرى بكرة عربية خطيرة. مستحيل اللقطة الماضية يا جيرارد يا جيرارد. في جهة اليمين محاولة مرور عادة ماني التسديدة لكنها تصطدم في أحد المحاربين أحد الأقوياء أحد المقدمين. طويلة خطيرة وكرة. يا إلهي لقطة مستحيلة. يا لها من فرص قريبة، يا لها من كورة على اعتاب المرمى. دافعين أضاف المهاجمين الأهداف. تبقى النتيجة على حالها بذات الأصفار. مرة يحيى على جهة اليسار يبحث عن كرة عرضية خطيرة. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهاردة معانا قصة جميلة جدا، لكن قبل ما نبدأ القصة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبة القصة بتقول: أنا حصلت لي معجزة بسبب الحوكلة وقيام الليل والصلاة الإبراهيمية. كان في بيني وبين شخص خصام، وفضلت أحوكل وادعي ربنا وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الشخص دون رجع لي وتصالحنا وخطبني الحمد لله.
أهم حاجة اليقين بالله سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.